أعلنت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم إحكام سيطرتها على منطقة الجاح بمديرية بيت فقيه جنوبي محافظة الحديدة، ومقتل 50 مسلحا حوثيا خلال معارك شهدتها المنطقة. ويأتي هذا الإعلان بالتوازي مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تقوم بدبلوماسية مكوكية مكثفة بين الحوثيين من جهة ودولتي الإمارات والسعودية من جهة أخرى لمنع الهجوم على ميناء الحديدة، حيث وصلت بالفعل تعزيزات كبيرة للقوات الموالية للحكومة الشرعية. إلى ذلك، يزور الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اليوم العاصمة الإماراتية بعد أشهر من التوتر في العلاقات بين حكومته وأبو ظبي على خلفية التدخل الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية. وتيرة المعارك في الساحل الغربي لليمن تراجعت بعض الشيء خلال الساعات الماضية. أبرز مناطق المواجهات كانت مناطق الفازة والجاح على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب مدينة الحديدة. الحوثيون يتحدثون عن كمائن لهم أودت بحياة جنود حكوميين، أما القوات الحكومية فتقول إنها تحقق تقدما في جبهة الدريهم المحيطة بالحديدة. تعزيزات الطرفين على أشدها في مناطق المواجهات، فيما تتسع رقعة النزوح ومعاناة المدنيين بشكل يومي هربا من لهيب المعارك. وفي مسعى لمنع تفاقم تلك المعاناة، طالبت الأمم المتحدة بتجنيب الحديدة أي معارك التي قالت إنها قد تلحق ضررا بالغا بحوالي 1/4 مليون من سكان الحديدة، فيما الولايات المتحدة دعت إلى خفض التوتر في المدينة التي يقع فيها أهم موانئ البلاد، داعية الإمارات المتحدة إلى ضرورة السماح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الميناء. أكثر من 75% من الشعب اليمني يعتمد على ميناء الحديدة كمنفذ لتوريد متطلباته المعيشية. إخفاق الأمم المتحدة والحضور المتأخر للأمم المتحدة سبب كبير جدا إلى تفاقم الوضع في الحديدة وعدم توقف معركة الحديدة. كانت هناك مؤشرات لها عدة أشهر أن ميناء الحديدة ستشتعل وستستمر معركة الساحل الغربي وصولا إلى ميناء الحديدة منذ أشهر. الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء خلال هذه الفترة حتى وصلت إلى أسوار ميناء الحديدة وإلى قرب ميناء الحديدة. ووسط هذه التطورات الميدانية وردود الفعل السياسية بشأن معركة الحديدة، يزور الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أبو ظبي بعد أكثر من عام من القطيعة والتوتر الشديد في علاقات البلدين، والذي وصل حد اتهام الإمارات بمساعي السيطرة على بعض المناطق والجزر والموانئ اليمنية التي كان آخرها أزمة سقطرى التي انتهت بانسحاب القوات الإماراتية منها. زيارة هادي وفق مراقبين يتوقع أن تفتح صفحة جديدة في علاقات الحكومة الشرعية مع الإمارات على طريق السماح ببسط الحكومة سيطرتها على المناطق المحررة. خليل القاهري، التلفزيون العربي. انضم إلينا من صنعاء سيد صدام حسن الناشط في المجال الإغاثي والإنساني. أهلا بك معنا سيد صدام. على الرغم من الضغوط الأممية والدولية سيما الأمريكية على الإمارات والسعودية، إلا أن معركة الحديدة وسيناريو اقتحام الحديدة بات على الأبواب، ماذا يعني هذا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه التحذيرات هي نابعة من خطورة الوضع الإنساني المتهالك أصلا والمعقد في مدينة الحديدة، وأنا أعتقد أن الكل يدرك خطورة الوضع وما ستؤول إليه الأمور في حال إذا ما أصبحت مدينة الحديدة وميناء الحديدة ساحة للمعارك بين الدائرة بين الطرفين. الكل يعرف أن هناك فاتورة باهظة وكبيرة سوف يدفعها ليس أطراف المتحاربة، بل سيدفعها ربما أكثر من 22 مليون مواطن يمني وهم على امتداد الجمهورية اليمنية. هذه الفاتورة سوف يدفعها
ليس فقط أبناء محافظة الحديدة، وإنما سوف يدفعها الكل على امتداد الجمهورية اليمنية بلا استثناء. ولذلك لا شك أن هذه المخاوف تتعزز حتى عند الطرفين. الكل مدرك من خطورة وعواقب هذه العمليات وهذه الخطوة التي بالفعل أصبح الكثير من الناس ينظر إليها بترقب شديد وتوجس وخوف وقلق شديدين. يا سيدي الكريم، يعني في الأيام اليومين الماضيين الأخيرين حصلت هناك حركة نزوح مستمرة ودائمة للمناطق التي تشهد حاليا الكثير من المعارك، كمناطق الجاح الأسفل والجاح العليا وأيضا منطقة الطائف. طبعا الأرقام من هذه القرى نزحت من قرى الطائف والجاح وأيضا التحيتة وقرى الشجيرة والنخيلة بحدود المئات من الأسر التي نزحت إلى مركزي مديريتي بيت الفقيه وزبيد أيضا وإلى الدريهمي وإلى مناطق من الحسينية، المناطق المديريات. طيب سيد صدام، التي أصبحت حتى اللحظة ما زالت آمنة في ظل عدم الآن توفر. سيد صدام إذا كنت تسمعني، زيارة الرئيس الحكومة الشرعية إلى الإمارات، هل ينتظر منها شيء بالنسبة للحديدة على الأقل؟ حقيقة أنا لست ضليعا في الوضع السياسي، لكن على ما يبدو بأن زيارة عبد الرب منصور هادي إلى الإمارات العربية المتحدة هي لوضع اللمسات الأخيرة حول هذا الموضوع، أو ربما لإعطاء الضوء الأخضر للقوات الموجودة حاليا بالتحرك إلى مدينة الحديدة، أو ربما لممارسة الضغوط على هذه القوات بعدم التحرك. لا أدري، أنا لست ضليعا في هذا المجال، لكن أنا ما أود أن أطرحه بأن هناك الكثير من التحذيرات، أيضا هناك الكثير من العقلاء والنشطاء من أبناء محافظة الحديدة أمس في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا مختلف الأطراف بالعدول عن هذه الخطوة، وطالبوا مختلف الأطراف بالروية وبالتعقل وبالحكمة والتروي والبحث عن الحوار بدلا من أن تصبح المدينة ساحة لمعارك وسوف يكون الوضع الإنساني كارثي أكبر مما هو عليه الآن. إذا كانت حركة النزوح في اليومين الماضيين كما قلت المئات من الأسر، فما بالك حينما تصل المعارك بالقرب من مدينة الحديدة التي يقتلها أكثر من 2 مواطن يمني غالبيتهم يعانون من الفقر والجوع والبطالة. شكرا جزيلا لك سيد صدام حسن، ناشط في المجال الإغاثي.